طبعا ان شاء الله نكمل المحاضرة. هذا الصوت واضح تمام حتى نكمل؟ اوكي، اذا نكمل رحلتنا ويا الاميونولوجي. بالبداية احنا حكينا تقريبا عن الليمفويد اورجان، حكينا عن السكندري بالتحديد عن السبيل الليمف نود، وايضا حكينا ايضا عن الثايموس. بعدها قارنا بين الانيت والادابتيف اميونيتي، وعرفنا انه الانيت اميونيتي تكون هي عاده رابد اونست، بس هي اضافه لهذا تكون there is no memory same response. وعرفنا انه البيبي بورن وذ انيت اميونيتي، اضافه الى هذا عرفنا انه الانيت اميونيتي تكون ممكن سكن ميوكس ممبرين، ممكن نيوتروفيل فاجوسيتيك فانكشن ماكروفاج، كل هاي التفاصيل عرفناها. اضافه الى هذا عرفنا انه الانتراكشن وذ of innate immunity with pathogen يكون عن طريق اكو شيء يسميه pathogen associated molecular pattern، وعرفنا هذه التفاصيل. بالمقابل الادابتيف immune response مثل ما عرفنا انه هو عباره عادة يكون يحتاج ياخذ تايم، ليش؟ لان ببساطه لا يحتاج رش للبارتيكل، وعرفنا التفاصيل. بس السكند ريسبونس يكون rapid onset، ليش؟ لان عندنا memory cell. عرفنا انه الادابتيف immunity عادة تكون specific، اوكي، وهي عادة developed over time، والمين سيل هي عباره عن تي سيل وبي سيل، والمين سيكريشن هي عباره عن اميون جلوبولين. وعرفنا انه الادابتيف اميونيتي عاده تحتاج الى شيء يسميه ميجر هيستو كومباتيبلتي او كومبلكس، سواء تايب 1 او تايب 2، وبعدين ان شاء الله نحكي تفاصيلها. واضافه الى هذا طبعا عرفنا انه عندنا ميمور سيل راح تخلينا السكند ريسبونس مور رابيد عاده، وهي من خلال هاي الفكره راح صار عندنا شيء يسميه فاكسينيشن. إذا نكمل محاضرتنا اليوم ونتكلم عن الـ components of innate immunity. بالتالي إحنا اليوم حتى تكون واضحة تقريباً اليوم وأغلب محاضرة الجاية راح يكون كل الحكي مالتنا عن هذه الـ components. هنا بدنا نحكي هذا الجزء الـ components of innate immunity، شنو بده يسوي الـ innate immunity. بالتالي نحكي عن البارير الموجود، وإضافة لنحكي عن هاي السيلز اللي هي خلينا نقول هاي السولجرز الموجودة بالـ innate immunity. أوكي، اول شيء مثل ما قلنا النيت اميونيتي هي تعتبر البرايمري اميون ريسبونس، اوكي، الفيرست ريسبونس الرابيد ريسبونس، اوكي. بس في حاله فيلر اوف النيت اميونيتي طبعا اكو راح يسوي انيشيشن للادابتيف اميونيتي بطريقه راح نحكي عليها ليتر اون. فبالتالي احنا الاميون ريسبونس برودوس باي النيت اميونيتي عاده نقسم الى تو بارتس كريسبونس. عندنا يا اما انفلاماتوري بروسس، اوكي، واللي هي عاده ماي تارجت مالتها نسوي اليمنيشن اوف مايكرو organism or elimination of pathogen. اضاف الى هذا عندنا certain substance secreted by immune cell مثل الانترفيرون. اضاف الى هذا عندنا natural killer cells اللي مثل ما قلنا هي part of lymphocyte، ممكن ايضا تحاول تسوي elimination للميكروبس، بس عاده natural killer cell عاده الانترفيرون اكثر شغلها عاده على الفيروسز، واكو تفاصيل راح نمر عليها وحده وحده ونشرحها. بالتالي هاي النقطه الاساسيه. زين شلون النيت اميون ريسبونس دا يصير؟ ببساطة انت عندك اكو بورتال سايت اوف انتري اوف مايكروب، مثلا ممكن عن طريق الريسبيراتوري تراكت، عن طريق الانهيليشن اوف باثوجين، ممكن عن طريق الجي اي تي، ممكن ويا الفود بويزنج ويا الفود اكو بكتيريا او باثوجين، او ممكن ايضا عن طريق اكو فد ليجن بالسكن اكو فد وون تدخل الباثوجين. فبالتالي هذا الباثوجين في حال كانت عندك مشكله بالفيزيكال بارير اللي هي السكن والميوكس ممبرين راح توصل تعبر السكن او عن طريق مسبات ابيثيليا راح توصل الى التشو. من توصل التشو راح يتدي السكند ريسبونس، هاي البارير من صار بيها خلينا نقول بور ريسبونس، هنا راح تجي دور السولجرز، راح تجي دور السيلز، وهنا راح تجي دور سيلولار اتاك اوف اميون سيستم اللي هي عندنا مثلا دندريتك سيل، نيتروفيل، مايكروفاج، الانفلاماتوري بروسس، سايتوكاين برودكشن، كل هذه راح يجي دورها. اوكي، زين افرض بهالحاله رغم كل هذا طبعا التشو اول شيء البارير فشلت، التشو فشلت، فبالتالي هذا هنا الباثوجين ممكن يوصل للبلد، وبهالحاله هنا النكست ستيب راح يصير عندنا اكتيفيشن اوف ادابتيف اميونيتي، ما راح نحكيها ليتر اون بتفاصيله. بس خلينا نقول احنا بعدنا بنحكي عن البارير والسولجرز، نعرفها، نعرف تفاصيلها وراها، نعرف اذا صار فيليا اور بور ريسبونس راح نعرف شو راح يصير اكتيفيشن للادابتيف اميونيتي. اوكي، بالتالي احنا خلينا نفتهم ونعرف شنو الكومبوننت اوف انيت اميون ريسبونس. اوكي، اول شيء احنا عاده انيت اميون ريسبونس عاده عندنا ماني كومبوننت، اهم شيء عندنا فيزيكال باريرز، اوكي،
ونقصد بها الفيزيكال باريرز هي مينلي السكن والميوكس ممبرين. عندنا فيزيولوجيكال باريرز نقصد بها مثلا التمبرتشر، نقصد بها السيرتن سبستانس. عندنا سيلولار ريسبونس اللي هي نقصد السيل اوف انيت اميونيتي، واضافه لهذا عندنا الانفلاميشن. والانفلاميشن صراحه فد كومبوننت كلش مهم يربط بين النيت والادابتيف اميون ريسبونس. ان شاء الله راح نحكي اليوم، نحاول نحكي قدر الامكان عن الاكيوت انفلاميشن. بالمحاضره القادمه بنحكي عن الكرونيك ونحكي عن الجرانيوليتس انفلاميشن ونعرف القصه ونعرف هذا الربط بين النيت والادابتيف اميونيتي. فبالتالي احنا خلينا حاليا بعدنا ستيل بالفيرست ستيب بدنا نحكي عن الكومبوننتس اوف انيت اميون ريسبونس. اول شيء عندنا الاناتوميكال باريرز. شنو نقصد بها؟ نقصد بها skin and mucous membrane, skin, respiratory epithelia, GI epithelia, okay. هاي كلها طبعاً تحاول إنه prevent entry of the organism. في حال هذا الorganism وصل إلها صار مثلاً بالrespiratory tract, بالGI tract. عندنا طبعاً إضافة لهذا عندنا cilia, عندنا epithelial cells. هاي epithelial cells تسوي substance مثل نسميها defensin, ممكن أكو بعضها نسميها interferons. راح نعرف شنو الميكانيزم اوف اكشن اوف انترفيرونز ان شاء الله. هاي كلها راح شنو تسوي؟ راح تيجي تحاول بريفنت الاورجانيزم فروم جين اكسس تو ذا اورجان. اذا اول شيء عندي انا سمكال بارير سكنو ميوكس ممبرين، عبره هذا ممكن عندي بثيلر سير راح اسوي سبستانس مثل ديفنسين ممكن انترفيرونز. زين اضافه الى هذا طبعا نكمل ويا اكو شيء نسميه في حال وصلت اك. عندنا اضافه الى هذا طبعا هي من داخل كلها السويه مو منفصله. عندنا كو فيزيولوجيكال بارير مثل التمبرتشر، اوكي. مثل ما نعرف انه هواي اورجانزم ما تقدر تتحمل هاي 37 ديجري سنتيغريد الموجوده بالهيومن بادي، اوكي. فبالتالي التمبرتشر تعتبر وحده من الانيت اميون ريسبونس، وحده من الفيزيولوجيكال بارير، ووحده اضافه لهذا راح احكي بالانفلاميشن قضيه الفيفر. ليش الفيفر ده يصير عندنا؟ هذا ريسبونس حتى وحده من الاشياء الانيت اميون ريسبونس يحاول يسوي اليمنيشن من الباثوجين. اضافه لهذا البي اتش، البي اتش سواء موجوده بالاسيد سواء بالستومك او حتى البي اتش اوف سكين او بادي، دائما هاي الاسيدك بي اتش راح دائما تحاول تسوي ديستركشن للباثوجين. واللي حضروا مايكروبيولوجي يعرفون انه احنا حكينا عن هوايه مايكرو اورجانيزم، قلنا هذه عباره كانت اسيد لابايل كانت يصير بها ديث بالاسيد ميديا، بالمقابل اكو كانت اسيد ستيبل كانت عادي ممكن تتحمل الاسيدك بي اتش. فبالتالي الاسيدك بي اتش بالستومك ايضا تعتبر امبورتنت a part of innate immune response. Okay. أضافة لهذا مثل ما قلنا للسكن، أضافة هو نعتبره physical barrier أيضا عنده في the acidic environment راح يسوي protection against the microorganism. بالإضافة لهذا طبعا أكو substance أكو protection. يعني أتخيل أضافة لهذه portal site of entry قلنا للسكن mucous membrane كل هذه التفاصيل. أضافة لهذا طبعا mucus body secretion tears الموجود بالآي السلايفة هاي كلها السكريشنز تكون عادة عندها سبستانس نسميها لايسوزايم. هاي لايسوزايم من اسمها لايسز راح تسوي تشتغل على البيتسايدوبلايكان لاير على السيل وول مال البكتيريا او الاورجانزم وتسوي له دامج، اوكي. فبالتالي انا حاليا عندي هاي حتى اتفكر عندي سكن ميوكس ممبرين، اوكي. عندي اضافه لهذا عندي فيزيكال باريرز اللي مثل ما قلنا التمبرتشر مال بادي، اوكي. هاي فيزيولوجيكال باريرز سوري. عندي البي اتش سواء البي اتش موجود بالسكن او موجود بالستومك. عندي السكريشن اوف بودي سير سلايفا كل هذه عندها كوسبستان نسميها لايسوزايم، هاي تسوي دامج للاورجانيزم، اوكي. هاي كلها نحكي بالنيت اميون ريسبونس. اضافه الى هذا اكو شيء وهذا طبعا الانترفيرونز، يمكن هواي منكم سامعين انترفيرون تريتمنت، يمكن اشهر شيء سامعين به انه مثلا patient multiple sclerosis patient hepatitis B. اكيد هواي منكم سامعين انه يعطوهم interferon therapy، اوكي. شلون يشتغل الانترفيرون حتى تكون واضحه؟ ببساطه اطباء حتى تكون واضحه القصه وما بيها، الانترفيرون هو يعتبر part of innate immune response mainly against the viruses، اوكي. شلون الفكره الاساسيه مالته؟ يشتغل عن طريق ثلاث شغلات راح نوضحها، بس حتى اوضح الاساس من هاي الصوره. تشوفون هنا مثلا هاي الفيرست سيل خلينا نقول، اوكي. عندي هاي السكند سيل، اجى الفيروس دخل مثلا عن طريق الريسبيراتوري تراكت وقدر يتجاوز كل هاي اللاينينج، وصل الى سيلز معينه مثلا الفيولار سيلز، الريسبيراتوري سيلز، الى سيلز ما، اوكي.
فأول سيل صار بها infection with virus. فبالتالي إحنا اللي حضروا microbiology يعرفون إن الفيروس عادة يدخل هاي ويسوي virus assembly ويصير بي replication ويعتمد على DNA of the cell. فبكل أحوال الفيروس دخل inside the first cell. هاي first cell إيش راح تسوي؟ راح تسوي substance, produce substance. خلينا نقول كأنه بين قوسين راح تسوي تنطي خبر للسيل الثانية تقول له إنه ترى أكو فيروس دخل. شو تسوي؟ عن طريق release of interferon اللي حكينا عنه, الانترفيرون released from the first cell. أوكي, هذا الانترفيرون راح يوصل للسيل الثانية, أكو receptor راح يسوي binding toward it. نتيجة لهذا هاي السيل الثانية قبل ما يوصل هالفيروس راح تكون already prepared for the virus, فتسوي له antiviral protein substance راح تسوي killing لهذا الفيروس وبالتالي ما يصير بها infection. فبالتالي نتيجة لهذا السيل infected with virus cell induce production of interferon, interferon activation of second cell induce production of antiviral structures, antiviral structures راح تسوي killing لهذا الفيروس. أوكي, فبالتالي هو واحدة من الميكانيزم. طبعا إضافة لهذا ممكن نسوي change the expression of major histocompatibility complex, فصراح نوضحها. اذا مثل ما قلنا عندنا كانترفيرونز, عندنا انترفيرون الفا, اكو بيتا واكو جاما. اوكي, يعتبر هو بارت من النيت immune response. اوكي, الانترفيرون عاده التارجت مالته against the viruses. شلون؟ cell infected with virus. اوكي, مثل ما قلنا cell infected with virus منو هاي؟ هاي الفيرست سيل اللي حكينا عنها. اوكي, راح تسوي production of substance هي ببساطة glycoprotein أو ممكن نسميها interferon. هذا glycoprotein substance راح يشتغل على adjacent cell, act on local cell priming them for the viral defense. okay, بين قوسين يقول هذا cell adjacent one prepare for it. okay, فبالتالي راح تسوي شلون راح تسوي preparation down regulation of protein synthesis. okay, بالتالي الفيروس من يجي هو يعتمد على البروتين of cell, ما راح يشوفوا بروتين راح يصير عنده مشكله بالفيرال ريبليكيشن. اضافه الى هذا طبعا يسوي اب ريجوليشن للميجر هيستو كومباتبلتي كومبلكس. ليش؟ لان الميجر هيستو كومباتبلتي كومبلكس بلاي ان امبورتنت رول فور اكتيفيشن اوف انتي تيومر اميونيتي, وواحده منها طبعا راح نعرف هذا الشيء راح نحكي عن السيتوتوكسيك تي سيل. بين قوسين من ما دام بنحكي عن ميجر هيستو كومباتبلتي كومبلكس يعني راح نحكي عن T cell later on activation, فأخليها ببالي. الانترفيرون هاي شوف هذا بدينا نفهم التداخل بين innate immune response والadaptive immune response. هو ما شيء separated, لا أكو عندي صح ال primary interaction هو وال primary defense هو ال innate, لكن في مرحلة ما راح يصير interaction activation للadaptive immune response. إذا أعرف من هذا الشيء إنه أنا مثلاً عندي virus infects first cell, هاي الفيرست سيل ايش راح تسوي؟ تسوي لي جلايكوبروتين اللي ممكن اقول انترفيرون, هذا يسوي اكتيفيشن للسكند سيل كريسبونس. اذا اول شيء انا عندي جلايكوبروتين او انترفيرون سينثيسيس, السكند سيل شنو راح يصير ريسبونس مالته؟ اول ريسبونس راح تقلل البروتين سينثيسيس. اوكي, فبالتالي ما تنطي فرصه للفيرال ريبليكيشن. اضافه الى هذا تسوي اب ريجوليشن للميجر هيستو كومباتبلتي كومبلكس حتى يسوي اكتيفيشن للانتي فايرال immunity. okay, يعني بقوسين later on T cell immunity. فبالتالي أخلي ببالي هذا الشيء, عندي three events important, عندي glycoprotein or interferon synthesis نقطة الأولى. نقطة الثانية second cell راح تسوي لي decrease of protein synthesis حتى avoid viral replication. النقطة الثالثة upregulation of major histocompatibility complex حتى later on ممكن أسوي T cell activation. هذا بالنسبة للانترفيرون. يبقى الانترفيرون شنو نستخدمه؟ هواي اكو وايد يوز له, وراح نحكي عن هواي شغلات من مور راح نقول نستخدم الانترفيرون بالتريتمنت. جزء راح نحكيها بالإيميونولوجي وجزء راح نحكيها ليتر اون بالانتي مايكروبيال ثيرابي, واكو جزء راح نحكيها ايضا بالاونكولوجي. هواي شغلات راح نمر عليها, بس بصوره عامه ممكن نستخدمها بالهيباتيتس بي وهذا كلش مشهور. اكو شيء نسميه كابوسي ساركوما اللي هو اسوشيتد هيومن هيربس فيروس 8. اوكي, ممكن نستخدم الانترفيرون بالتريتمنت. او شيء ان شاء الله ناخذه بالمالجنسي ويا الهيماتولوجي اسمه هيري سيل لوكيميا, ممكن ايضا نستخدم انترفيرون. كوندلوما اكيوميناتم اللي هي عباره عن هيومن بابلوما فيروس, اوكي, ممكن نستخدم انترفيرون. رينال سيل كارسينوما انترفيرون واحد من لاين اوف تريتمنت.
malignant melanomas, malignancy of melanocytes, ممكن نستخدم interferon, multiple sclerosis, demyelination disease, PCNS ايضا ممكن نستخدم interferon بالتريتمنت. واخيرا حكينا عن disease وايبل مرينا عليه وشرحنا بالمايكروبيولوجي وراح نرجع نشرح التفصيلة بالإميونيتي. هو ديزيز نسميه كرونيك جرانيوليوميتاز ديزيز اللي هو كانت عندنا مشكلة بالنات دي اتش اوكسيديز. اوكي ايضا واحدة من لاين اوف تريتمنت ممكن نستخدم الانترفيرون. اوكي فبالتالي هاي كلها ان شاء الله عندنا ايضا بالفارماكولوجي جزء الإميونولوجي فارماكولوجي ان شاء الله راح نمر على الانترفيرون كل واحد الفا وبيتا وجاما كل واحد وين نستخدمه. فبالتالي الى وايد يوز كلينيكال يوز نتيجة لهذه الفانكشن. طبعا الادفيرس افكت ممكن يسويها كبيشنت فلو لايك اونس, ممكن البيشنت يجيب ديبرشن, ممكن نيتروبينيا في التاريخ لها نقطه نيتروبينيا مهمه, مايوباثي, واخيرا الانترفيرون ممكن نتيجه انه هو يسوي لك اكتيفيشن للتي سيل بالقصه اللي حكيناها ممكن يزيد لك ريسك اوف اوتوميون ديزيز. اوكي وان شاء الله ليتر اون نحكي بتفاصيلها, بنحكي عن التي سيل نحكي عن الاوتوميون ديزيز ونعرف هاي التفاصيل. اذا من هذا اللي حكيناه أول components بالـ innate immune response أخلي ببالي عندي physical و physiological barrier. The physical skin is skin immune system barrier. The physiological barrier حكينا عن temperature, pH, chemical substance الموجودة بالـ secretion سواء بالـ tears أو بالـ saliva. وأيضا حكينا عن الانترفيرون وعرفنا أن الانترفيرون خلينا نقول هو عبارة عن trigger للـ second cell. أول cell صار بها infection بالفيروس راح يسوي activation للـ second cell, حتسوي down regulation للـ protein synthesis upregulation of major histocompatibility complex بيصير عندي response against viral DNA or RNA particles. اوكي واضحة ببالي حتى الان بالنسبة لـ innate immune response. اوكي اذا حكينا عن الفيزيكال, حكينا عن الفيزيولوجيكال barrier, عندنا اذا بقت cellular response, innate cellular response. صراحة الـ hematological cells بصورة عامة داحتي سواء granulocytes, agranulocytes تفاصيلها كشيب وفانكشن موجودة بالهيماتولوجي, بس احنا حاليا بالإميونولوجي راح نحكي كمعلومة اللي تعنينا, اما كشيب وكشون تعرف under microscope هاي كلها موجودة بالهيماتولوجي راح نحكيها بالتفصيل. اوكي بس هنا راح نحكي على cellular response كinnate immune response. شنو عندنا cells important؟ أول cells هي important وأعتقد كنا نعرفها هذه cells إنه دائما كان بأي acute inflammation دائما يقول لكم نشوف النيتروفيل. أوكي فبالتالي هي النيتروفيل هي the first one. أول شيء تعرف إنه هي عبارة عن هي granulocytes عن النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه تعرف هي عندها phagocytic function وإحنا إن شاء الله هسه نمر على inflammation راح نعرف دول النيتروفيل كلش زين. فبالتالي هي تعرف عندها phagocytic function هاي النقطة الأولى, إضافة لها تعتبر cell short lived وهسه راح نشوف هذا الشيء. إضافة إلى هذا طبعا نعرفها باعتبار هي innate immune response, فبالتالي نتوقع عادي إنه تكون عادة rapid response بس بنفس الوقت عادة هو no prolonged defense يعني بين قوسين لا أكو immunological memory. ما أتوقع هذا ال defense mechanism راح تطول هواية, هي عبارة عن acute response. أوكي هاي بالنسبة للنيتروفيل راح نعرف دورها كلش بالأكوت إنفلاميشن. عندنا السيلز الثانية هي المونوسايت and macrophage. المونوسايت هي نفسها الماكروفاج بس من تكون بالبلد نسميها مونوسايت, من تكون بالتشو نسميها ماكروفاج. ببساطة هي هذا الشرح. عادة كلش امبورتنت الماكروفاج راح نشوفها وتسوي لي برولونج ديفينس. ليش؟ لأن ببساطة هي تعتبر صح كومبيننت من الانيت اميون ريسبونس بس بنفس الوقت ممكن يصير بها اكتيفيشن عن طريق الادابتيف اميون ريسبونس. اوكي اضافه لها طبعا هي راح نشوف الماكروفاج عندها برودكشن اوف سايتوكاينز, فبالتالي هواي سايتوكاينز راح نمر عليها تصير برودكشن باي ماكروفاج فبالتالي كلش امبورتنت. اضافه يعني تقريبا صراحه النيت اميون ريسبونس الهارت مالته هي الماكروفاج. اوكي اضافه لها طبعا الماكروفاج امبورتنت regulation of immune response عن طريق ممكن يسوي prolongation response وراح نشوف ال acute inflammation عن طريق الماكروفاج عن طريق certain cytokines. ممكن هذا ال acute inflammation persistent ويتحول لchronic وممكن subside. أوكي عن طريق أيضا جزء منها يعني عن طريق الماكروفاج والcytokines produced by macrophage. أوكي أضاف إلى هذا طبعا الماكروفاج ليش نقول كلش important وليش سوينا prolonged defense؟ ليش؟ لأن ببساطة الماكروفاج
ممكن يصير بها activation و development عن طريق two things. أول واحد the classical one هو عن طريق the innate immunity. عن طريق شنو؟ تذكرون مثلا إذا قلنا هذه الماكروفاج عشان نسميه T cell receptor sorry cell like receptor. أوكي الباثوجين مثلا نقول هاي بكتيريا أو فيروس أو أي شيء باثوجين عنده باثوجين associated molecular pattern. فبالتالي عن طريق the toll like receptor وممكن تتعرف على هذا الباثوجين وتسوي innate immune response inflammatory response. أوكي بالمقابل ممكن نفس الوقت الماكروفاج عن طريق interleukin 4 interleukin 13 أوكي يصير بها activation. هاي تقدم على activation عن طريق T cell وراح نمر على T cell شلون نسوي activation للمايكروفاج. أوكي فبالتالي ممكن T cell أيضا induce macrophage development لهذا الماكروفاج. صح هي كلش مهمة بالinnate immune response بس هي كذلك هي أيضا ممكن يصير بها activation بالadaptive immune response. أوكي فبالتالي بدينا نشوف حكينا على الانترفيرون وعلاقته بالميجاست تو كومباتبل في كومبلكس والادابتيف ايمون ريسبونس. هسه حكينا على الماكروفاج وعرفنا انه هي صح ممكن يصير فيها اكتيفيشن عن طريق الباثوجين اسوشيتد مولكيولار باتيان الموجود بالانيت ايمون ريسبونس. بنفس الوقت ممكن يصير فيها اكتيفيشن عن طريق انترلوكينز اللي هي برودوست باي تي سيل. خلي بالي هاي معلومه. اضافه الى هذا طبعا اكو شيء وحكينا عنها هي الدندريتك سيل. طبعا دندريتك سيل اعرف نقطه واحده اعرفها بس اقدر اقول انه هي انتيجين بريزنتنج سيل. حكينا انه الانتيجين بريزنتنج سيلز كانت الماكروفاج البي سيل والدندريتك سيل. فبالتالي خلي عباره عن هي انتيجين بريزنتنج سيل فبالتالي تسوي ستيميليشن للادابتيف ايميون ريسبونس. وعرفنا انه التي سيل بالتحديد الهيلبر سيل ما تستقبل الا سيل وذ ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس تايب 2 اللي عاده نشوفها بالانتيجين بريزنتنج سيلز وحده من هالدندريتك سيل. فبالتالي الدندريتك سيل ممكن تسوي لي سيميليشن للادابتيف ايميون ريسبونس باعتبار هي انتيجين بريزنتنج سيل وبنفس الوقت هي ممكن بارتيسيبيت ان انفلاماتوري ريسبونس كانيت ريسبونس. اذا من هذا نعرف انه واي سيلز هي بارت من النيت ايميونيتي بس بنفس الوقت ممكن تسوي ستيميليشن للادابتيف ايميونيتي. هسه حاليا بدت نعرف الفرق ونعرف نوصل معلومه. اذا من هذا الشيء حكينا عن الانترفيرون وعلاقه الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. حكينا عن الماكروفاج واكتيفيشن باي ممكن كلاسيكال باث واي اللي هو عن طريق النيت ايميون ريسبونس ممكن اكتيفيشن باي انترلوكينز عن طريق الهيلبر سيل عن طريق الادابتيف ايميون ريسبونس. اضافه الى هذا الدندريتك سيل قلنا هي تعتبر صح ممكن inflammatory process participation بس ممكن إضافة لهذا ممكن هي تعتبر antigen presenting cell ممكن تسوي upregulation of major histocompatible complex on its surface بالتالي تسوي activation للT cell. النقطة الأخرى أكو mast cell. أقول mast cell صراحة إذا كلكم كلمة mast cell كلكم راح تقولون allergic reaction. أشهر cell مشهورة بالallergic reaction ببساطة mast cell ممكن يشوفها بالسكن ممكن يشوفها بالميوكس ممبرين. الماست سيل بها تو عادة يصير اكتيفيشن عن طريق تو ثينجز. اوكي وراح ان شاء الله ناخذها بالانيت ايميون ريسبونس بالانفلاماتوري بروسيس. ممكن عن طريق التول لايك ريسبتر اللي حكينا عليه وممكن عن طريق اي جي اي اللي راح نحكي ان شاء الله عليه بالتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. ببساطه حتى تكون واضحه الصوره. اوكي حتى تكون واضحه قدامكم اطبع هاي الصوره. عندنا هاي السيلز هاي الماست سيل تشوفون الشيب مالته شنو انه هي عاده نشوف allergic inflammatory reaction كل هذه القصه. اضافه الى هذا طبعا انه تعرف انه هي كلش امبورتنت بالallergic وبالتحديد بالتايب 1 hypersensitivity reaction. النيتروفيل مثل ما عرفنا هذا الشيب مالته بس اريد تركزون على المعلومات الموجوده هنا. اوكي لان راح نحكيها كل وحده بوقتها ما بدخل بيها او بصراحه بعضها معلومات لويل بس انا خذ جبت عمود الصور. تشوفون النيتروفيل عادة موجود بها 3 الى 5 لوبس صح لو لا؟ تشوفون هذه هي مالتي لوبيولار جلاند. اوكي النيتروفيل الماكروفاج تشوف هذا الرفل سايتوبلازم تشوفون هيجي هاي عباره عن ماكروفاج. ايزانوفيل عادة تكون ايزانوفيلك ماتيريال وتكون كدني شيب نيوكلياس ممكن نقول. اضافه الى هاي تشوفون هذا الشيب اوف لينفوسايت هاي اللايف سيل هاي هي هاي الناتشرال كيلر سيل. اوكي ومع هذا الشيب مالتها وتفاصيلها موجوده بالهيماتولوجي يعني اذا هسه ما حفظت الشيء مالته ماكو اشكال بالهيماتولوجي راح نبين تفاصيلها. اوكي
فبالتالي مثل ما قلنا الماست سيل دائما امبورتنت بالهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، خلوها ببالكم كلش مهمه. اوكي نيجي على السيل مثل ما قلنا هي تعتبر لينفوسايت اوكي اللي هي الناتشرال كيلر سيلز. اوكي الناتشرال كيلر سيلز ببساطه موجوده ممكن بالبلود ستريم، موجوده ممكن بالبرفيري بالتيشو. الفانكشن مالتها ممكن تسوي دايركت لايسيس اوف ذا سيل، فبالتالي هي اسمها ناتشرال كيلر سيلز. اوكي وبنفس الوقت الناتشرال كيلر سيلز ممكن تسوي عاده برودكشن شيء نسميه انترفيرون جاما. تذكر عرفت الانترفيرون؟ هذا الانترفيرون جاما شافوا انه يروح يسوي اكتيفيشن للماكروفاج، حتى تكون واضحه الصوره منكم حتى تعرفون تربطون. تشوفون هذه الصوره من قلنا اكو النيت اميون ريسبونس ممكن عن طريق تول لايك ريسبتر، وعرفنا شنو التول لايك ريسبتر والباثوجين اسوشيتد مولكيولار باتيان، ممكن عن طريق انترفيرون جاما. هسه طلعت طريقه حتى تبينوا عن طريق الناتشرال كيلر سيلز. اوكي حتى تعرفون الموضوع شلون تربطون الامور شلون. ببساطه الناتشرال كيلر سيلز شافوا انه هي ممكن تسوي انترفيرون جاما. هاي انترفيرون جاما راح يسوي اكتيفيشن للماكروفاج والدندريتك سيلز. الماكروفاج والدندريتك سيلز راح يسوي برودكشن للانترلوكين 12. اوكي انترلوكين 12 راح يسوي اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيلز. الناتشرال كيلر سيلز راح يسوي انترفيرون جاما وندخل هاي فيشيس سايكل. اوكي بعدين ليتر اون نعرف انه هاي شلون تنتهي السايكل، بس ببساطه اعرف انه الماكروفاج سوى اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيل عن طريق انترلوكين 12. بنفس الوقت الناتشرال كيلر سيل يسوي اكتيفيشن للماكروفاج عن طريق شنو؟ عن طريق الانترفيرون جاما، وهي جزء من الكلاسيكال باث واي اوف ماكروفاج اكتيفيشن. اذا انا عرفت الماكروفاج ممكن عن طريق انترفيرون جاما، عن طريق الناتشرال كيلر سيل، وممكن عن طريق الباثوجين اسوشيتد مولكيولار باتيرن يشتغل ويا التول لايك ريسبتر. هذا الكلاسيكال باث واي of macrophage activation. اوكي بالتالي حتى اعرف الفانكشن اوف ناتشرال كيلر سيلز شنو الفانكشن مالته. اول شيء تعتبر هي الليمفوسايت، بس رغم ان هي الليمفوسايت هي بارت اوف انيت اميون ريسبونس. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هاي شلون تسوي كيلنج للاورجانزم. عندها شيء نسميه بارفورين. بارفورين ببساطه كانه هو بارفوريت يسوي اوبننج بالسيلز. اوكي وبعدها شيء من يسوي اوبننج، تخيلوا هاي السيلز مثلا هسه راح نشوف احنا يسوي هاي البرفورين، بعدها راح يدخل بها شيء نسميه جرانزيمز. جرانزيمز شنو هاي؟ هاي تخلي اندوز ذا سيل ابوبتوسيس، يسوي ديث اوف ذا سيل. اوكي راح نعرف هسه اكو صوره تبين كل التفاصيل. طبعا مثل ما قلنا الاكتيفيتي مالتها ممكن يكون عن طريق انترفيرون، بس هي الجاما هي اللي بروديوس، مو عن طريق انترفيرون جاما. اضافه الى هذا المهم اللي اركز عليه عن طريق انترلوكين 12 اللي كان باي ماكروفاج. مثل ما قلنا عاده انديوس تو كل ايش وقت اذا كانت السيل وذ ابسنس اوف ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. بين قوسين شافوا اكو ستدي اطباء شافوا انه مالجنت السيل بالتحديد تي سيل. اوكي او فايرال سيل هاي كلها عاده يكون ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس يكون ديكريز ليفل اوف اوفرت. اوكي لهذا تتذكرون قبل من قلنا انه يخلي اوفر اكتيفيشن اوف ميجر هيستو او ابروبريشن اوف ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس من حكينا عن الانترفيرون. اوكي بالمقابل السيل وذ ديكريز ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس مثل المالجنانت سيل، الفيرال سيل، بين قوسين الابنورمال سيل او الفورين سيل عاده تكون سسبتبل للكيلينج باي ناتشرال كيلر سيلز. اوكي اضافه الى هذا طبعا اكو شيء نسميه انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيستي. شلون؟ خلوا بالكم هاي المعلومه ضيفوها وراح نرجع نحكيها هوايه. لقوا انه الناتشرال كيلر سيل عندها شيء نسميه سي دي اللي هي سي دي اختصار لكلاستر اوف ديفرنشيشن. لقوا عندها CD16 وCD56. اوكي هاي خلوها ببالكم. النقطه الاساسيه لقوا انه هذا CD16 ممكن اكو جزء من الاميون جلوبولين. طبعا احنا نعرف الاميون جلوبولين هذا الشيء مالته بي اف سي بورشن اللي هو الكونستانت بورشن، واكو شيء يسميه فاب اللي هو سايت اوف انتي بادي عاده او الفورين بادي بايندينج. اوكي الاف سي بورشن هذا اوكي ممكن ايش اسمه CD16
يسوي binding ويا ال Fc portion of IgG ويسوي activation للnatural killer cell. شلون الصورة راح توضح. أشوف هذا الضبان. أول شيء مثل ما نعرف إحنا حالياً هذا اللي قدامكم هذه الأنتيبادي، أوكي؟ وهذا اللي قدامكم الأخضر هذا أنتيجين نعتبره، أوكي؟ وهاي اللي مرتبط بها هاي المنطقة نعتبرها CD16، أوكي؟ الناتشرال كيلر سيل مثل ما نعرف هي عادةً حتى تكون واضحة تكون بها CD16 مثل ما حكينا. هذا CD16 يكون بايند ويا شنو ويا ال FC portion of شو اسمه ال FC portion حتى تكون واضحة مرة ثانية حتى تشوفون هذا الحكي المذكور وتفهمون. خلنا نسميكم هسه أنا أعتبر هاي عندي natural killer cell أوكي عدا هذا اللي هو حتى نقول CD16 أوكي هذا CD16 عادة يكون binding with what يكون binding with FC portion of IgG أوكي هذا FC portion of IgG ممكن أكشن يسمي antibody dependent cellular cytotoxicity ببساطة الانتيبادي شنو هو أقصده أقصد الانتيبادي بين قوسين أقصد ال IgG هو الانتيبادي فهو antibody dependent إحنا دا نعتمد على immune globulin حتى نسوي cellular cytotoxicity فنتيجة هذا binding of CD16 with FC portion of IgG اللي دا نشوفها بالصورة حتى ولكن أرسل فيها بس لأن حتى تكون واضحة هاي natural killer cell وهذا البورشن الأحمر مالته كله natural cell هو CD16 الانتيبادي راح نرسمه بالأصفر أوكي هذا ببساطة هذا ال FC portion of antibody اللي هو نفسه ال IgG أو antibody أوكي بالمقابل يجي مثلاً cells contain pathogen أو abnormality فنتيجة لهذا من يصير binding ويا هذا مثلاً هذه cells أوكي with abnormal antigen أوكي من يصير عندي binding with the antibody راح يخلي natural killer cell release هاي substance اللي حكينا عنها جزء منها بيرفورين جرانزايم هاي السبستانس راح يصير بها ريليز فتسوي كيلينج نتيجه لهذا احنا ليش سميناه انتي بودي لان اعتمدنا على شنو على الاي جي جي ديبندنت سيلولار احنا صح اعتمدنا على الانتي بودي بس السيتوتوكسيسيتي الكيلينج بيصير عن طريق السيل ناتشرال كيلر فنسميه سيلولار سيتوتوكسيسيتي ببساطه احنا ده نعتمد على اي جي جي حتى نتعرف على الباثوجين بس بنفس الوقت بنسوي الكيلينج عن طريق السيل اللي هي natural killer cell فنسمي antibody dependent cellular cytotoxicity اوكي هذا ببساطة حتى نرجع نشوف الصورة مرة ثانية حتى تكون واضحة لكم مثل ما قلنا احنا حاليا نعرف اذا هذه اعتبرنا مثلا اطباء هذه natural killer cell مثلا وهذا مثلا الانتيجين هاي التارجت سيل هاي بها الباثوجين اوكي وهذا الاخضر الانتيجين وهذا قدامكم الانتيبادي اوكي هاي natural killer cell موجودة بها خلينا نقول هاي هي CD16 أوكي CD16 they يسوي binding with FC portion of IgG أوكي هذا constant region of IgG نتيجة لهذا binding اللي يصير عندي antigen antibody binding هذا antigen ويا antibody they يصير binding نتيجة لهذا راح أسوي release of substance أوكي release of substance from natural killer cell they يسوي killing the organism أطباء واضحة الفكرة اللي حددنا عن هذه السبستانس هي ببساطة عندي واحدة منها مثلاً بيرفورين جرانزايم مثلاً بيرفورين يجي مثلاً ريليس سبستانس هاي نشوف راح تسوي هنا اوبننج اوكي هاي راح تسوي كلير للسيل مثلاً واكو اكثر طبعاً اكو شيء يسميه فاست لانجينج واكو تفاصيل اكثر بس خلوها بالكم ليتر اون هاي ان شاء الله راح نحكي التفاصيل لا مو شرط عادة اي سيل وذ ديكريز ميجر تو كومباتابلتي كومبلكس اكسبريشن ممكن تيومر سيل ممكن فيروس سيل أي cell with decreased MHC on its surface تكون susceptible للكيلينج عن طريق
الناتشرال كيلر سيل. اوكي نفس الشيء هاي الصوره قدامكم. هاي الصوره ليش خليتها؟ حتى تعرفون انه قضيه الانتي بادي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي هو مو سبيسيفيك للناتشرال كيلر سيل، ممكن يصير بالنيوتروفيل، ممكن بالإيزانوفيل، وممكن بالماكروفيج، بس صراحة أكثر شيء عادة يسألون عنه بالناتشرال كيلر سيل، وهاي السبستانس اللي حكيناها عن طريق بيرفورين دي يسوي اوبنينج، وعن طريق جرانزايم دي يسوي كيلينج للسيل. أوكي، وإضافة إلى هذا طبعا الناتشرال كيلر سيل كل شيء يحبون إنه تعرف إنه هي عادة أنتي بدل سيلر سايت توكسيتي، وتعرف أيضا الإيزانوفيل أيضا عندها هذا الشيء. أوكي، هاي كلش مهمة هاي الاثنين. بالتالي انا صراحه خلينا نرجع حكينا هواي عن الانيت نيور ريسبونس، قبل ما نحكي عن الانفلاماتوري بروسس نرجع نراجع النيور ريسبونس سويه. انا راح اسالكم ونتناقش ونجاوب. اوكي، اول شيء عندنا اطباء الانيت نيور ريسبونس عندنا الفيزيكال بارير. الفيزيكال بارير شنو نقصد بيها؟ بالضبط عندي اول شيء فيزيكال بارير اللي يقصد بها سكين اند ميوكس ممبرين. عاشت لكم زين. بالمقابل عندي physiological barrier. شنو أقصد بالphysiological barrier؟ بالضبط أقصد temperature، أقصد pH، عشيتهم أقصد ممكن secretion موجود بالسلايفة أو تسير أو شيء اللي سميناه lysozyme. أوكي، وهاي substance chemical substance acidic material كل هذه cytokines كلها أعتبرها هذه من الphysiological barrier. بالمقابل عندي سيلولار اليمنتس، والسيلولار اليمنتس عم نحكي عن واحده واحده تقول لي الفانكشن مالتها. اوكي، اول شيء عندنا النيوتروفيل، مثل ما قلنا النيوتروفيل عاده تكون شورت ديوريشن وامبورتنس بالاكيوت ريسبونس. اوكي زين، اللي يهمني انا حاليا السيل الثانيه الماكروفاج اللي هي نفسها المونوسايتس. مثل عندنا تو تايب اوف اكتيفيشن، عندي اما كلاسيكال باثوي عن طريق شنو؟ عن طريق تول لايك ريسبتر اللي عاده يسوي بايندينج ويا منه ويا الباثوجين اسوشيتد مولكولار باتير، او ممكن عن طريق شنو؟ اكتيفيشن عن طريق انترفيرون جاما. عن طريق منو؟ عن طريق الناتشرال كيلر سيل. اوكي، هاي عرفنا هذا الشيء. بالمقابل بنفس الوقت ممكن يصير بها اكتيفيشن عن طريق انترلوكين ممكن 4 13. اوكي، يعني بين قوسين تي سيل ديبندنس. اوكي، هاي الماكروفاج ونعرفنا انه هي عباره نسميها مونوسايت بالبلد سمير او بالبلد ستريم، وماكروفاج بالتشو. بالمقابل ايضا حكينا طبعا عن الناتشرال كيلر سيل. اوكي، والناتشرال كيلر سيل مثل ما قلنا ممكن هي عباره عن سي دي 16 وسي دي 56، نعتبرها لينفوسايتس. ممكن عاده اندوس دامج اور كيلينج للاورجانيزم باي ويتش، مثل ما عرفنا عن طريق بيرفورين جرانزايم سبستانس. زين، هذا شلون راح تصير؟ مثل ما عرفنا انه هي عاده سول وذ ديكريز ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس اون ات سيرفيس. وهاي العملية أحيانا تكون عن طريق antibody dependent cellular cytotoxicity. زين، هسه نناقش شغلتين بقت لنا. antibody dependent cellular cytotoxicity شنو نقصد بيها؟ أقصد بيها أنا عندي natural killer cell. أوكي، عندها بالسيرفس CD 16. أوكي، بنفس الوقت أنا عندي هذه مثلا tumor cell مثلا decrease MHC on its surface. اوكي، فبالتالي هي عندها بالسيرفس مالتها انتيجين. اوكي، هذا انتيجين. فاحنا مثل ما قلنا الانتيجين هو اي بروتين سبستانس ذات انديوس اميون ريسبونس. اوكي، فبالتالي تيومر سيل عندها بالسيرفس مالتها انتيجين. هذا السي دي 16 اوكي راح يسوي بايندينج وذ اف سي بورشن اوف اي جي جي. نتيجه لهذا راح يصير عندي كروس لينكينج بين شنو؟ بين هذا الانتي وهذا الانتيجين. اوكي، فبالتالي راح اسوي ريليز للبرفورين جرانزايم سبستانس انديوس ديث. فبالتالي هو انتي بادي ديبندنت، اعتمدنا على الاف سي بورشن اوف اي جي جي
سيلر سايتوتوكسيسيتي، بس مع هذا عندها تسوي ريليز سبستانس من ناتشرال كيلر سيلز. نحكي ايضا حكينا على واحده من السبستانس المهمه مثل ما قلنا طبعا حتى نضيف الناتشرال كيلر سيل عاده هي بروديوس انترفيرون جاما. انترفيرون جاما راح يسوي اكتيفيشن للماكروفاج، وبنفس الوقت الماكروفاج ممكن يبروديوس انترلوكين 12. اوكي هذا الانترلوكين 12 ممكن راح يسوي الاكتيفيشن للناتشرال كيلر سيلز. اوكي بنفس الوقت تكلمنا على قصه الانترفيرون وقلنا مثلا هاي فيرست سيل صار بها invasion by virus. اوكي راح تسوي production of glycoprotein اللي هي الانترفيرون، سوى induce the second cell اولا down regulation of protein synthesis، وثاني شغله up regulation of MHC. اوكي عرفنا هذا الشيء كل زين لحد الان، واضحه اطباء بالنسبه للimmune response؟ حد عنده سؤال توضيح؟ يعني كبداية هسه حاليا انتوا بالكم عرفت مع الـ function of macrophage شلون يصير activation natural killer cells، هاي عرفتوها حاليا انت ببالك الـ innate immune response، بعدنا عارفين احنا وين بدنا نحكي، يعني بين قوسين لحد الان اللي حكينا حتى تكون واضحه نرجع على الصوره مالتنا الرئيسيه اللي نعتمد عليها. فبالتالي اريد ارجع اقول اوكي احنا حكينا هواي شغلات، بس اقدر اقول انه الماكروفاج هي انتيجين بريزنتنج سيل، فبالتالي ممكن امدي لها سهم ممكن تشتغل وياه حتى اختار لون اوضح. اوكي انتيجين بريزنتنج سيل فبالتالي هي ممكن تشتغل ويا الادابتيف اميونيتي. اوكي تتذكرون حكينا عن هذا الشيء، ممكن عندها كلاسيكال باث واي او باث واي عن طريق الادابتيف اميونيتي. الدندريتك سيل قلنا هي انتيجين بريزنتنج سيل، فهي ايضا ممكن تشتغل هنا ويا هذه الادابتيف اميونيتي. اوكي من السبستانس اللي حكيناها حكينا انه الانترفيرون ممكن يسوي ابروجريشن للميجر هيستوكومباتبل كومبلكس، والثالث تخيل هنا اذا عندي انترفيرون اوكي ممكن يسوي اكتيفيشن عن طريق ممكن يشتغل ويا الادابتيف اميونيتي لان هو يسوي اكتيفيشن للميجر هيستوكومباتبل كومبلكس. كل هاي هي المعلومات الاساسيه اللي نريد ناخذها حاليا، اذا هسه احنا حاليا نتطلب هذا المكان بس نشوف انه اكو انتراكشن هي مو توتال سيبريتد. اوكي ومن راح ناخذ الانفلاميشن راح نعرف بعد اكثر التفاصيل. يعني حتى الان تمام واضحه اطباء؟ اوكي طبعا انا ما اريد احكي هوايه وما اريد اطول لكم القصه اليوم، احنا بعد عندنا مواضيع هوايه بس مو مشكله يعني ان شاء الله ناخذها ليتر اون. لحد الان بالنسبه لمحاضره اليوم راح نكتفي بهذا القدر، اذا احد عنده سؤال توضيح المحاضره الجايه ان شاء الله راح نحاول نكمل الانفلاميشن بتفاصيله. اوكي احد عنده سؤال توضيح استفسار؟ اتمنى صراحه صارت صوره اوضح عن الاميون سيستم بصوره عامه، رغم انه احنا بعد بصراحه ما اخذنا شيء بعدنا بالبدايه، بس اتمنى تكون الامور اوضح واكثر وضوحا ان شاء الله. عموما يعني ابتداء من الاسبوع القادم نبدا نحل اسئله. اوكي نبدا نحل اسئله على الاميون سيستم. اوكي بس بالبدايه كالعاده يعني خلينا نسوي برين ستورمنج نرجع نراجع المعلومات بسرعه. اوكي ذا برايمري ليمفويد اورجان من نقصد بها؟ بالضبط نقصد بها thymus and bone marrow، هي site of proliferation and differentiation of T cell and B cell. زين secondary lymphoid organ اريد location of B cell، وين نشوف ال B cell عادة؟ بالضبط راح اشوفها بالفوليكلز. اوكي عاشتيكم دا اشوفها بالفوليكلز سواء بالسبلين او دا اشوفها بالليمف نود. زين T cell وين اشوفها؟ بالضبط بالليمف نود اشوفها بالباراكورتكس كورتكس، بالسبلين راح اشوفها شيء نسميه بالس بري ارتريول ليمفاتيك شيء. اوكي عاشتيكم زين. اعطيني ديفرنشال دايجنوسيس اوف ابسنت ثايميك شادو ان بيبي وذ 6 مانثس اولد.
بالضبط. Dijon syndrome هو severe combined immune deficiency disease. Okay, عاجبكم. زين. أعطني differential diagnosis patient أو مو شرط بس يعني patient with شو وقت تسوي suspicion إنه هذا ممكن عنده thymoid يا disease. فتروح تدور اكس راي وشوف خاف عنده ثايميك نيوبليجيا. عاشتيكم اول شيء افكر مايستينيا جريفز اوكي هاي واحد وممكن اضافه لهذا السوبيريور فينا كيفا سيندروم هذا الثاني الثالث ممكن بيور ار بي سي او بيور ريد بلاد سيل ابليجيا والرابع هو جود سيندروم اوكي عاشتيكم هاي بالنسبه للليمفويد اورجان حكينا عن الادابتيف والانيت اميونيتي عرفنا ان الانيت اميونيتي هي عاده تكون رابيد اكشن ذير از نو ميموري نان سبيسيفيك ريسبونس مالتك اول ذا سيم اوكي واضافه الى هذا عرفنا انه الانيت اميونيتي عندها طبعا ماكروفاج نيتروفيل ناتشرال كيلر سيل عرفنا تفاصيله سواء فيزيكال بارير فيزيولوجيكال بارير عرفنا السيلولار وبقت لنا بس الانفلاميشن نحكي عن تفاصيله بالمقابل الادابتيف اميون ريسبونس كان ببساطه يكون هو عباره عن بي سيل T cell with immune globulin يكون عادة response مالته ممكن delayed بس بنفس الوقت هو يكون عادة ممكن يعني memory cell فأتوقع ممكن lifelong هذا يكون protection بعض الأحيان مو دائم طبعاً وإضافة لهذا أعرف إنه هاي أهم يكون specific كل كل pathogen إلى فت specific response أوكي زين نتكلم عن components of innate immune response وعرفنا إنه إحنا عندنا physical barrier اللي هي skin عادي من قسم البرين وعرفنا إنه مسكن مكسر البرين مو just a barrier يعني إضافة لهاي السكن عنده pH معينة إضافة لهذا عندنا substance معينة والبثيلا لاين عندها سيليا وممكن تسوي entrapment الباثوجين والcells إضافة لهذا ممكن تسوي temperature pH كل هذه طبعا تعتبر protection تعتبر physical and physiological barrier عرفنا secretion عرفنا الانترفيرون صار ببالنا كلش تخيل واضح إن شلون يشتغل على adjacent cell يقلل البروتين سينثيسيس ويسوي ابروجريشن للميجرز تو كومباتابلتي كومبلكس اوكي نفس الوقت تكلمنا عن السيلولار ريسبونس عرفنا النيوتروفيل عرفنا مثلا الماست سيل وان هي دائما بالالرجيك رياكشن عرفنا الماكروفاج عندها كلاسيكال باث واي اكتيفيشن عن طريق شنو عن طريق تول لايك ريسبتر وعن طريق انترفيرون جاما تول لايك ريسبتر اللي عرفنا هو دائما انتراكت وذ باثوجين اسوشيتد مولكيولار باتيان وعرفنا اكو انترفيرون جاما عن طريق الناتشرال كيلر سيل اوكي واضافه لهذا طبعا عرفنا انه عندها الترناتيف باث واي او باث واي يعتمد على الادابتيف اميون ريسبونس اوكي واخيرا ايضا تكلمنا عن ناتشرال كيلر سيلز وعرفنا انه الناتشرال كيلر سيلز تعتبر هي الليمفوسايت عاده يوز كيلينج اوف سيل وذ ديكريز ام اتش سي اون ات سيرفيس عرفنا انه عاده سي دي 16 وسي دي 56 بوزيتيف سيل وعرفنا لهذا لقضية البرفورين جرانزيم destruction of the cell وعرفنا شنو معنى antibody dependent cellular cytotoxicity ببساطة antibody يسوي binding FC portion مالته اوكي يسوي binding ويا CD16 هذا الانتيبادي بس الوقت يسوي binding ويا الانتيجين اللي expressed on pathogen نتيجة لهذا راح يسوي destruction of the organism عن طريق substance of natural killer cells ببساطة هذا كل اللي حكيناه بالمحاضرة يبقى الأساس والمهم إنه أنتوا تراجعون المحاضرة مرة ثانية إن شاء الله إعادة المحاضرة باكر بنفس الوقت الساعة 8 والمحاضرة القادمة إن شاء الله حنتكلم بها عن الفلاماتوري بروسس بالتفصيل بس المهم لا تنسون الصورة اللي طلعناها خلوها ببالكم دائما نعتمد عليها هي هاي مالتنا خلينا نقول جايد لاين أو الباب مالتنا طول الإميون سيستم أوكي فبالتالي إن شاء الله إعادة المحاضرة باكر الساعة 8 والمحاضرة جدا إن شاء الله الأربعاء الساعة 8 وفي حال أكو أي سؤال استفسار شيء واضح إن شاء الله أنا موجود أوكي شكرا جزيلا أطباء بالتوفيق لكم إن شاء الله تحققون كل شيء ببالكم شكرا جزيلا أطباء تصبحون على خير